بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، أينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. كما نقول، وقعت الفاس في الرأس، وأصبحنا نعاني ما نعانيه ولم نأخذ في بالنا أي إشعار من إشعارات الجسم بخصوص القولون. ماذا نعمل الآن؟ بدي أعتبر أننا متورطون، تمام؟ كيف نعمل إيقاف لهذا التدهور الصحي الخطير؟ رقم واحد، الصيام. لازم نعمل ستوب بالصيام. الصيام عن ماذا؟ عن المضغ. أقل شيء 3 أيام بدنا نستحملهم، بالطول بالعرض بدنا نستحملهم، تمام؟ إيش المسموح في الأكل؟ مسموح الماء، المشروبات العشبية جميعها طبعا بدون سكر، العصائر الطبيعية من عصير الموسم بدون سكر، واللبن الزبادي، والمفضل إيش؟ أكتيفيا. طبعا لبن الزبادي بدي بالملعقة شربا، مش هجيب خبزة وآكل. وش سوينا؟ أنا بقول ممنوع أحرك أسناني، ممنوع المضغ، تمام؟ طب حنجوع؟ حنجوع، لازم نجوع، ولازم نريح الجسم، ولازم نعطي الجسم إجازة، ولازم كل التخمرات تطلع من الجسم، ولازم تطلع كل هالفساد الموجود في الجسم، ولازم يطلع كل الجسم يعيد ترتيب نفسه، ولازم هالمناعة تبدأ تشوف إيش في مصايب صارت، وهي في حواجز صارت بينها وبين الجسم وبين الأعضاء. وأنا ذكرت في اللقاء السابق، قلنا نهاية هذا المسار للأسف الشديد مدمرة، سرطان، مش مزح يعني. فتيجي تقول لي قادر ومش قادر وجوعان ومش جوعان، معي اللي أكلته. أنا بحكي على 3 أيام، 72 ساعة، تمام؟ شاي قهوة مسموح بدون سكر، وكل ما جوعت كوز لبن، كوباية لبن زبادي، إن شاء الله تأكل 2، 3، 5، 10، لأنه هذا غني بالمين؟ بالبكتيريا الطبيعية، وأنا بدي أعزز البكتيريا الطبيعية. ماذا حصل خلال 72 ساعة؟ صارت عملية التهاب ذاتي، صار في عندنا رفع للحالة الكيتونية، صار عندنا مضادات التهابات عالية المستوى تم إفرازها من الجسم، تم معالجة من 50 إلى 70% من التهابات الجسم في 3 أيام. يعني سرعة ما وراها من سرعة، تمام؟ وسوف تشعرون براحة في اليوم الثالث، التعب فقط أول يوم ونص اليوم الثاني فقط، تمام؟ ابتداء من اليوم الرابع، الآن الجسم صايم 3 أيام، فبقدرش أدخل عليه بعملية مضغ شديدة أو عملية طعام مسبك ومبهر والكلام هذا، لا، بدخل عليه بهدوء، بدخل عليه بالشوربات، شوربة الخضار، شوربة الفطر، شوربات مفيدة، بضيف هالبقدونس، بضيف هالنعناع، بضيف اللي بدكم إياه من أوراق خضراء، الجرجير إلى آخره، تمام؟ والجزر، كل شيء ممكن أضيفه ما عدا شيئين، البطاطا والبازلاء فقط. أما ما دون ذلك ممكن إيش إضافته؟ الكرفس رائع جدا جدا، ممكن إضافته. الآن في اليوم الخامس، هذا قضيته شوربات، بعمل صينية خضار بالفرن، تمام؟ في اليوم اللي وراه السادس بعمل سمك. الآن يوم سابع ببدأ أدخل الأعضاء، بعمل كبدة مشوية، بعمل طحن مشوية، ضروري جدا عشان
ادخل الدم، هذا مهمته، غني جدا بالبي خمسة قلنا بمجموعة فيتامينات باء، تمام؟ كيف بدي ادخلها؟ فبروح للمصدر ايش؟ القوي. فبروح على مين؟ كبد الدجاج، كبد الخروف، كبد البقري، تمام؟ طحال. فبخلي يوم عندي من هذه المأكولات. طبعا خلال هذه الأيام ابتداء من اليوم الرابع بعزز مين؟ البكتيريا الطبيعية. لازم أخذ بكتيريا طبيعية سواء من مكملات غذائية، وأستمر طبعا في تناول اللبن من الزبادي، ولبن الأكتيفيا هو الأهم. الآن مضى 7 أيام، تمام؟ 3 منهم صيام، 4 منهم تناول طعام. دخلنا أسبوع جديد، هذا الأسبوع بدي أتعلم فيه من الإشعارات اللي إجتني زمان. أول إشعار إجاني إيش؟ إنه دير بالك أنت منفوخ، في برد، في قد يكون هناك غثيان، استفراغ. طب ليش؟ لأنك تقلت، مش لأنه الدنيا برد، لأنه في طعام كثير، في إفراط، في إسراف. فبدي أقيس حجم الوجبة، وأنا أديكم معادلة سهلة. 50% من وجبة مين؟ الأمس. قديش كنت تأكل زمان؟ النص. سهلة، مع ابتعاد عن مثلث برمودا، خبز أبيض، طحين أبيض، والسكر الأبيض والزيوت المهدرجة، تمام؟ فابتعاد عن مثلث برمودا 50% من وجبة الأمس ما قبل التعب والأمور هذه، بدخل في ارتياح. الآن مضى أسبوعين، أسبوع شفتوا كيف بحمية شديدة جدا، وأسبوع تعرفت على الكمية المفروضة أو 50% كما اتفقنا. سوف تجدون أنه كل شيء انتهى. عارفين إيش انتهى؟ معاناة سنوات، سنوات انتهت في أسبوعين. لكن الآن ما بعد الأسبوعين لازم نفهم إشارات أجسادنا حتى إيش؟ ما نرجع مرة ثانية. أما أقضيها 5-10 سنوات وأنا أخذ فحم، وأنا أخذ مثبطات بروتون، المبرازول وشلة شلة الأنس، هذه خير إن شاء الله. إيش؟ وأضرب بعرض الحائط كل إشارات الجسم وإنذارات الجسم، هذا غير معقول. فهذا التسلسل، هذه قصة كيف أتعامل مع هذا القولون. لا بأس من كما ذكرت الليمون والنعناع، هذا مش لازم يغيب كل يوم. في وصفة كمان رائعة جدا جدا، سجلوها. بدي أجيب 3-4 خيارات نقطعهم، وقليل من الماء نصف كوب، ونحطهم بالخلاط عصير. عارفين إيش معنات عصير الخيار هذا؟ راحة للقولون، راحة بعيد ترتيب نفسه. وبدوكم كمان، بديك كمان زي ما بقولوها هدية، تنظيف البشرة. زين عندي قولون وعندي بشرة، بصير عندي نضارة. طب ايش بدنا احلى من هيك؟ والخيار متوفر طول العام. قيل في السابق الخس طعام الفلاسفة والحكماء. هو كيف صار فيلسوف وكيف صار حكيم؟ والقولون مليان غازات وكل شوية غازات، عمره ما بيصير حكيم. لكن الخس هذا خلاص، اعمل له تهدئة، اعمل له الأمر الجيد، في ألياف، في بي ستة، في بي خمسة، في عناصر مجموعة الفيتامينات باء، وبالتالي كان صديق لمين؟ للقولون. هذا الصديق الحقيقي، مش نقول الأوميبرازول صديق،
الخس صديق، الكاجو مليان بي ستة، شوفوا عناصر بي، بدور وين في بي. تخيلوا انتوا طبق الان اللي حكيناه قبل شوية من طبق كبد الخروف او الطحل، وكلوا هلا ايش في ولا كلوا واشربوا، بشرب لي عصير الخيار هذا، وممكن احط فيه شوية بتسلى بشوية كاجو، او حابين تحطوا في العصير حبتين ثلاثة كاجو لا بأس، تمام؟ يعني الأمور سهلة. بالليل بتناول لي كوب لبن زبادي، الأمور ليست صعبة. الصعب هو أن لا نفهم إشارات الجسم، والأصعب أن نستسهل الخطأ. والخطأ هو إيش؟ صحيح تناولك لهذه الحبوب المدمرة لصحتك وللكلى. وللاستفادة أكثر حول هذا الموضوع سوف نضع لكم إن شاء الله في صندوق الوصف حلقة الأسباب وحلقة الأعراض. ودوما نرجو لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.